ولقى تجيوايه دتكو أي مغل جيران ورر لسوت بيوه صدق صرنا هين متقاني دت دولة لنا هذا دتك أي ورر كسوت بيوه وين الصومالي دقيقي سنة واحد قعد إنه زيار ويا إنه ولا هذا الكلام قال إد الله لعدي أي زيار يبون بدأ يسكو حيستار محا أقومهم سن محانا مدن إن أعدد كلاو داكتو مدحوينو كوحيقين قدل كان إكينيا وليام روطا يايسو ياري لتلياش إيسا سيمر كاسي وغاان إنصدو غوان كا إدوان محكمة الدنبيادة دقال كادون كا إي سي سي دا يكوو غلاتي استعمال كا عدايما يبحيين مرقاتيال هوري أوكسو هرجي داي مستر روطو شاكا بشاكا كين تاييه فضلا نلاو داك حوك تاعد هيسو وحوين أيا عرفتي قبلين سيدي هريتو أو لو بيحكرين جدك أو إسبدل وين جري جدك أذو سعود لسكا دلايو لسكا كاحرايم هر أيا حريد وين هلنا سوع سوقر أما كسو دوب أديقو كسو ديريا يوتيوب فيسبوك يدامان آلا ده هلوغو حريرو أديقو كورم أيا واحد لبهان أد قبجوك أوغا هيد أما أمك شي أما أو عرفتي ee markaasi ka dhacay magaalada aad joogto malayga aad loo yeesanaa boqol la soo xiriir barnaamijka maanta iyo Somali Cable بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقيمة هي قدر انت مدن ملك السور نقدر اون انسان كسور دوادة برنامجك مانتا يا Somali Cable وقود هانتي سيدكي إيمانا يا حرون تلحية تلفيشيكا مقالة لندن داود يا الله قد بدا قود هانا نكسو قادان دونا برنامجكا ايا وحو نقود دونا إشيسكي لغو قاري مقالة قروة بنتولان اي كو أقبى شي إن اي قاداتو نظامكا 4.5كا يدو مدحوين عبدولينا او أرنتا سيقلكا كتوغي سياسيين كلا دوان او كاترسان بنتولان او سووين وغسو هرجيستي هشيس كاسي سلاماركانا مدحوينها مدحوين عبدولي محمد علي قاس كلا ليلي قوان كا او قاتي ايو قدبك قدبك او قدن بايا اي اد نلو داقي دونتان او برامشكا انو كاقا ودا شاكاسد دونو او نقان دونو مدحوين عبدولي محمد علي قاس شلاي ايا مانتا كيبو سحانيهي شلي وحو أرنا يي أنوكو 4.5 مرنا مقادنا يو حتى هدي أنا أنوكو كسو هارو ما أنت رواه وأقبلي عدد كالدوان أيان ديسو بندقي دونا وكسو أبسان مركي أو مرا يي أن مرايكن كا إيو ميلا كالدوان يكيسي أيان ديسو بندقي دونا وانا وداقي دونا إن شاء الله تعالى سوماليا أو آدلا سعوتان إن أي مدبدن خلافات كجرتي سياسة ديدو أي آد أدرنيد aadan badan ay jirtay maanta in la yiraahdo wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa damin ka ah heshiiska sabab ay kugu dhadhamaysa sidaba ay kugu muuqata in Soomaaliya saamin weysay hatta baasha caalamka qaar kood la aamin waayo kadibna qoraalka heshiiska daabacan lagu qoro waxa heshiiska damin ka ah wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia arintaasna waanu ka hadli doonaa qasa ahate madaxweynaha hay hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farole ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale waxa uu aad uga hadlay heshiiska lagu gaaray magaalada Garoowe oo uu qudhiis u dhalilay bal haddana la daawada hadalka iyo khudbadii iyo shirkii jaraa'id ee ku qabtay xarunta uu ka degan yahay magaalada Garoowe madaxweynaha hore ee Puntland عبد الرحمن فرولة وحان مانتا شركان جرائد وقبتي إنان أمد الصومالية دان مانتو تبلان كليا ماه وشيغو إنان آدي آدو بحوما هاي حالي ويالد قروي والرئيس وساره صومالية يمدعوينه بلان يقيب بيش عالم ككمده وكيل كحقيها قود قرمدا مدوبي إيو قدوميها قلوها وزيرة دو إيقد سفير كوزير كأرمها تبدا إتوبيا إيو دولدها يوروب ومدوبي سفير كودي هي حفيسية دا إيقد السكرتيري عام كأي كتشرو أي جوغين حالي حالكاس إن لغو صحيحي
إن دولة بونلان أي أقبشي إن أي قاعدة النظام كيف أسد كها ومدك على غيبيي وقبائل كلا طوري ومقعد حميي وإلى مدير لقصور رغم يوم لقو خساري وبلان كلي أول يدي دني ومد الصومالي إن تذا كلي بلان كدر سو جيسي إن هالك على لقص صحيحه إن المانت ومد الصومالي وشيعه إن عاد وحمه هاي سيدان وقصور كجيدين أقول وقصور كجيدو لكن أنا عد كلهين وحبك قبل كمين هاد بان وحمة إن ده هدان شيعه وحير هدان دي بقول نقض التاريخ تاس وحن رواين عن عدي عن كورهين وشيعه إن لا شركي كوي سجاشن كي سجاشن يكودي جبوت اللي هو غبطي شن يتبان كي جولاي إلى كوي على باتن كي ويشرقود كشرقودون كهاين مدح لي أهرمها الصومالية الصومالية مأمور يجري دولة الشبل كهاي ديمقراطية هاي الله ونحرست كل ودوار انتينه هذا عبد الله عثمان شيخ مختار رئيس البرلمان كهاي مدحويني هوري عبد الرزاق حاج حسين برايم منستر كي هوري محمد إبراهيم عقال برايم منستر كي كدمي أي ولد جوين أو صحيحين إن الصومالية أي كل شيء سي دتك عصو أي الصومالية أقرتن إن نام كي هوري إن على قدر ما كري إن دام فدر على لقاته وأن هيجول الدوكيمنت جاس ده بدلنا أنت كده ميسي شركة استولى سوق تقدر دي كده رتاي عن جوجي وكم دي هاي كي عرته كي إنبجاتي هي الدورة دي وكينيا ومرك قدر ما يدرف تستوري جاك سوق بحي إن دام كفدر على كه لقاته أو يهاي لقونا دورته مدح وينه عبد الله محمد عبد الله يوسف الله ونحرسته نظام كاس أقول لك إذا بيجوبني لكن نظام فاسد كهيئة أو ندعس السعودية إلى شركة جيبوتي أنا عن مركز تكهر تاجنا أما على يجبطه أما عن مركز إن دور عن هانو لكن مركز اللي يجب بدنا هيجي هدرنا أنت عن معمول كبلنا هيجي الحمد لله رب العالمين لبدي يكون يلا بيجي تبان في فبراير جروا التو لجوج عاميجي إن نظام كاتب الدمير لوجو نقل دونين لغو هشيي أغل كسرين إنو دقان نغضو أغل كدمينا أغل كهوسينا أو مركان نغضو أفرطان سر أو هدا دمانيسا بشان أوغوست سبتمبر أول كيدا دمانيسا إنو هكان غو دمييو نظام كاس رجوين كقبني إنو هرو إن حالي حالكا ديب لغو نغضي يدو سوماليا ودن بلها سوغيسي رزوزاري يو سوغو سوماليا هربو لان هاي سغونا هالكاس أو قدوم كاس وحكا قاري سغي مدعوينا بنا لبعضوا يدور غير بنا هديدين أنا قلنا أنتي عن هذا صور نقضي أو عن سيرك صور نقضي إلى بيش جولاي عن كودا شقيني ماي أو عن إسلوا وافق سنين تذكر غير بنا أي ود هديدين ولا يش الدولة دون هديدين أما هذين هو قول هالدولة أما هذين قول البرلمان كا إيو أنت قيبوض ومجتمع وقيب سمو أنا قلنا عن كتشرو أنا قول سياسي هوري أو أي أرجع وبنا حول وين كسوق قبطي ولينا عاونا هي الدولة لأوجي هاي ما أنت حلك كورة جي نتيجة سيا هاي إلى واجس وحن كردي يموي عن هوا يراتي وحبو دمين وح معارض الآن كلنا قن هدا أنا ما أنت أنا ليه يا هاي معارض بانكو هاي أنا وأنا لهين لكن واحد دعي عن كحمة هاي وش يا جاي أنت هس هدا عن أنت كديكو هردع وذوقتين دولة هدا حمر جوكتا هنا وحبتل كان كقبل نظام الفدرالي كان لغوي عملي لا ديرتي إلى حدنا أو قبيلة هاي وقت جينا كردم هذه أنا لقفلين يدونا أي هرمود كهاي أو كشي غيني سي النظام كاتب لوجو نقضه سووا مدحوينا حيل كمان تهيا أو سكو هاللين هي مدح هذا دولة ده كمد كه دولة الفدرالي كه إن يقعنكو سيا إنه حيل كقصو نقضه أو سومالي لسي دجو وقول كلا جلو نظام الفدرالي كان هالك أكو بابه وح جاجان إنجرين عرورتو دي يو دادكو دينا اي قعانتا او قلين نوانكا اللي يغان وحال كان دولان قصو قادي مانتا ولينا حمر شالي او قدن ميسي او 4.5 لسحيحة اي مدحتو يدا اي كود عيان هو بيال يو مدلة صومالي اي كود عايين ان واحد دمو اللي قسوه كرا عيين شرين انتاس او دمركان قروس لي او قاين هينا حلوش او مدى صوماليات وحقرت كيدي اي انتا انس لي هاي أما إلى سو حريري سي أما وذا شغينا إن نظام كان مانته نقدر كرسو جيسي وحان جو عنصري إن أنا كأمسين مانته عن شركة إن شرائط قفتو عن جو عنصري وحتى يوهليه
waxaan ku awl ku talagalahayay inaan wixii soomaaliya wax gaarsiin karaa gacan aan siiyo anoo uga faa'iidanaya waayo aragnimadeeda maamul aqoontayda iyo aqoontayda diineed intaba inaan gacan ku siiyo. Laakiin xalay ragga gabyaha waxay yidhaahdaan markay gabyayaan xalay maahan seexan oo waxba calooshadii soo rogmatay oo xagga iyo arar ka dhigta. Anuu hadda tix gabaya raacin maayo, laakiin waxaan raacinayaa in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin, waxaan isku aqaanaa ilaahayna hortiis aan anugu naftayda marag uga ahay inaanan weligay laba arrimood hadda ii silmaan aanan tan xumun raacin ee tan fiican aan raaco. Anoo taaska duulaya ilaahayna ku kalsoon, waxaan go'aansaday inaan maanta inii sheego aad baahisaan ummadda soomaaliyeed oo dhanna u sheegayaa meel kasta ha joogtee, waxa keliya aan kaga dabategi karaa arrintaas inay tahay intaan noola inaanan ka harin in aan si kastaba ha ku yimaadeena dadka lasoo xuli doono nidaamkan hadda xalay la go'aansaday. Ugu dambeyntiisi ku imaanaya inaan nahay murashax u taagan madaxweynaha dowladda soomaaliyeed ee 2016 inaan ahay, taasaan isleeyah baad kaga qaban karaysa haddii ilaahay idmo oo aan ku guulaysto. Ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa, anigu hadda maanta brogaraamkii halka ka akhriya maayo, laakiin waxaan u sheegayaa inaan si daacad ugu shaqayn doono nidaamka federaalka hirgelin doono haddii ilaahay idmo ila qabto, raggeedana aanu xulan karayo aan nabaddii sidii loogu heshiin lahaa loo soo dabaali lahaa dalka soomaaliyeedna aan ka shaqayn doono sidaan Puntland uga shaqeeyay markaan joogay. Had intaa tii ka dambaysana waqtiga la qabtay haddaan ilaahay nafta igu sino oo aniga aan madax ka noqdo inaan doorasho xaqa oo lagu kalsoonaan karo oo ummadda soomaaliyeedba iska arki karo transparent waxay gaalo u yaqaaneen sidii tii 8 January 2014 aan Puntland ka dhigay, waad og tihiin inaan oran karay ha lagu noqdo halkaa cod oo qaldamay oo aan hubo inuu annaga inaga qaldamay, aan oran karay inaan nidaamkaas u kala gaarsiin karo haddii ilaahay idmo. Aana ahay nin wadaada oo aan maanta qolada lagu tiri karin oo aan u suntanayn, laakiin ku go'aansan inaan shareecadda islaamka ummadda ku dhaqo. Sidaasaan isu sharaxayaa nidaamkaasna aan dal ka saaro oo aan gaarsiiyo inuu dadku si xora doorashada u galaan mustaqbalka soo socda oo dhow. Intaasaan inii sheegaya maanta, tafaasiil kale raacin mayo. Ummadda soomaaliyeed ha ogaato ciddii saas jecel oo rabtana taageera ka sugaya intii wax garanayso maanta qaangaar ama cod bixin kale gurya dibadba ha joogeen iyo wixii ay ka oran lahaayeen ay ummadda soomaaliyeed intada kale maqashiya. Waana mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillaahiraxmaaniraxiim waa tahay daawadayaal. Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha raalli ahaada, kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farole oo markaasi shir jaraa'id uu ku qabtay xarunta uu ka degan yahay magaalada Garoowe kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin inuu isu sharaxay oo madaxweynaha Soomaaliya u sharaxan yahay iyo dhaliilo uu markaasi u jeediyey shirkii ka dhacay ama heshiiskii ka dhacay magaalada Garoowe. daawadayaal, waxaad nala qaybsan doontaan oo nala wadaagi doontaan Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. sida aad la socotaan daawadayaal, waxa uu in muddaha aaminsanaa oo meelo badan ka sheegay in aanu marna aqbalaynin 4.5-ka, haddana xalay waa uu saxeixay. Siyaasiyiin badan ayaa ka soo horjeesatay, waxaanu wada qaybsan doonaa oo aan isla daawan doonaa insha allahu marka barnaamijku gabagabadiisa oo aan taleefoonadaad soo galaysaan. Bal xilligii hore mowqifkiisu siduu ahaa iyo wax ka yar muddo bila sida wax u dhaceen, taas ayaad nala wadaagi doontaan. laakiin markan waxaan jeclahay iyadoo aad in muddo aad la socoteen warbaahinta kala duwan ka daawateen heshiisku siduu u dhacay, sida ay maaragtay dhinacyada isugu siiyeen isugu heshiiyeen 4.5-ka in ay Puntland aqbashay oo ay hadda wixii ka dambeeya doorashada ay ka qaybgeli doonaan, ayaan waxaan jeclahay daawadayaal. markana hadalladii madaxweynaha Puntland uu ku ogolaaday iyo khudbaddii uu ka jeediyey madashii lagu kala seexanayay inaan idiin soo gudbiyo, waana kan khudbaddii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. waxaan rabaa inaan sheego maanta heshiis halkan ka dhacay, heshiis taariikhi ah weeye, heshiis
سمييه وهي أستان عصب يسمد عصب سمييه سوماليا هشيس وهي أن أمسنا هاي إنه وقت قدر يا وقت قدر وبيه هاي هرمات سوماليا يا بطل أمبا أتكينا يحوشنا ينا كده سعد كنا بدأ سوماليات إياه من نمط الصوماليات نبادنا حالنا هاي وحي الصومالي هو ناكسن ببلدان هو ناكسن وحي بلدان هو ناكسن الصومالي هو ناكسن وحنا بسيطه كله إنا عدائيو حدي وسنشيس دعي لحين محا دعي لها ويه محا دعي لها إن الصومالي سيكا لدادته إن مدد نمط الصومالي أي ضعيفته إن لوايو إن دولة كذا لا تلوكون يلحقوا طبعا كينتانا سيسعود كا دولة حار يعني سистем كهاد تشره وسيسعوده هنا إن وحكريه إيمان كره وحيد وحلي هذا إكستنشن تحسنا إنسان وأنت من سوماليا يبش عالم كله بدر إن ولا هذا الكيغو إن يو دودي ديري دي بوتلان وجدد لها حلب أهيد وحي أهيد إلا عديو لا أدكيو تمردان الله يهلو إن سن دب دم بأسو اللابن وحي اللي يرهدو أفرد بعشان تاسو يتنعو عام بيشا عمرو كسر حيني حدا بودلا وحي ستا دمردان دب أه بيش عالمك وحي هدا كبعد حمادة أما دبتي تبادل لما كوريا الله بعثت ديل لجارو طبعا مسؤولية دي هذا وحق هذا ليس عدة ما تدمر دقاديسة وين أساسها هذا دم واحد ويسوت واحد أبا هنتهي سأن تعب الله وقف كريم الله كوريا الله بعثن سل صاحب هذا أي شيء جين حد إني بلعبته بروسس كي النظام كي لغب حيلها أفرد بعشان سدود داني أي سندب دم به ووصل الله إن شاء الله een dadka buldan waxa lagu yaqaanaa wadaniyad wadanigu mararka qaar ka waa dulqaad badan yahay dulqaadkiisa wuxuu keenaa marar badan in isaga la buurto oo mar walba la isku dayo in la riixo marka waxa leena anaga buldan hadaan nahay wadaniyiin waan nahay in badan waan ku jiifsaday hada dulqaadku waa naga dhamaaday marka waxaan u baahanahay saaxiibada iyo إن أنا هذا وحي كذب بيا لسوء إيمان وحي أنا ما أنت كهذيني يا وحي قيل يعني ولا تقدر ككين تي دورة بودن إن أنا دبدم بي لا ولا بن أيام رجينا هي أنا واقع أنا كحصرهم ترى هذا وحي ما هي ما أنت المدحوينا دورة فدرال كصومال يا حسن الشيخ محمود وكهرد جاي هالشيسكة ترى وحنا ركائنا هذون تي سوء لكعة إلا ربي فشير إن هالشيسكة الله فشيريو een heshiiskaas oo waqti badan ay gelisay dawladda federaalka ah oo ra'iisul wasaaraha meesha uu la joogay iyo dawladda muddan ee meesha caalamku ba runtii arintaasi aad iyo aad baan ka xumahay runtii een waxaan leeyahay habdhaqanka noocaasina oo xiyaabaha keenay in saddexdii sano ee barki u dambeeyay Soomaaliya socon waydo meel la gaaro waydo oo maanta waxaan ka hadlayna aan ka hadlayno hadii la shaqeyn lahaa وقت بدنا لجنين لها جهد اللي جنين لها كوميتمنت يعني دب على إيمان لها وحن كهلا إنه يمشي أن شغل الصومالية مشان ما يتعلن ملك في يعني مشي يستعيشه أي شغل هي أي نوتي أنا أبو إسلامي هاد وحرام مركا مرة بدنا نكون عليه ضد كبر لنا أشيره وحن أنا قبل لي 4.5 معها وحن قبل لي وحويه بروسسكي يحبكي لوجب حيرها أفر يدبع أفر يدبع الشن ويروح أم أقبل الله رنتي تاوي النحور كيد وحرجينا يا إن شاء الله سيدا كقرن هشيسكا يعني لا نزق لين بنديك دوره دمانتي المركز سوى بجوتان إن كم وقته عدى هنا مشين كي أن لهين وكذا أن لهين أو أحيد دور شذا صو صعته وحكدم يلا وكر يلا بعتن إلا جارو نظام صحة عدالة كوفن قبيالة نظام بلد كل سن ديجان إلا بكون يلا بعثن سوماليا يقورتو وأهرنتي ماشي مرة ببندن سعوتي ماشي بندن أي ربتي تاوي مدة عاو ماشي على وصعي أو لقطة ما نتغادي قولي خير بهرتشينا يا سوماليا هنولاتو بندن هنولاتو أما سنتي
وتحيد داود يالا مدحوينها بنتلان عبد ولي محمد علي قاسي وها ولي ان انت تليفوننا دا مركي انو دين فرنو وحا انو دين سوى كتب دوننا غو غوز كسابسن هذا الذي عبد ولي محمد علي قاس إلا ايو اوهايو إلا ان من يابلس ان ايو مارك تاي قروي اي انو دين سوى كتب دوننا ان داد كارير بنتلان مي اقبالين 4.5 كا مسي ان عبد ولي علي قاس اي كوكوبان تاي بل سمر كاو حان جعلها اينا دين سوى كتب يو هذا الكي رئيس الوزراء الصومالية عمر عبد الرشيد علي شرماركي ودولة كوكيلها وماشي كشاقي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وحنا عمر قرنتين عن سلام هلقا وغد الرمتي عن سلام ولا ما هذا عديو سيدي يعني بسالك كوجري ودنب كوجري الرمتي مدحوين عبد ولي رئيس الوزراء كلها وكيلها وجوه قدمي حدا ilaan shacab kale kulan ee muujiyay toonka maamulad halkaan joognay iyo dhowr adeeg ee runtii aan wada sameeyay ee ahayd in xal loo helo arrinta masiiriga ah ee dalka haystay in lagu gudbo 2019 waxaan rabaa horta inaan salaam ayaan meeshan ka salaamo wasiirka arrimaha dowladda ee dalka Ethiopia oo ah ee madaxa wasiirada arrimaha dowladda ee dalka Egypt wakiilka UN-ka ee wakiilka African Union-ka wakiilka European Union-ka wakiilka igad xogeyaha guud ee igad iyo wakiilka safiirka igad u fadhiya Soomaaliya iyo dhammaan safaaradaha maanta soo booqday ee halkan u yimid runtii inay taageeraan gacan ka siiyaan ballanqaadna u sameeyaan in wixii lagu heshiiyay ay noqdaan wax miro dhala waxaan rabaa fursad aan uga faa'iideysto oo aan runtii bogaadin u soo jeediyo madaxweyne Cabdiwali xukuumadiisa wadaysa wakiilada shacabka reer Puntland geesinoodii iyo ciidda reer Puntland intaba geesinoodii ee muujiyeen iyo sidii ay iskaga dhiciyeen cadowgii ku soo duulay ee xisada ah ee runtii ay suntada u qabteen arrintaas waa arrin lagu faano ayadoo iyo amniga ka jira Puntland oo wax Soomaaliya dhan ay ku faanayso sida runtiiba markii saan la isugu daa oo hadda caaw saacadan joogno ogtiin yaa ayaan fadhinay waxa markasta tusaale u tahay sida ummada Soomaaliyeed markay tabaad arimaha masiiriga ah ee runtii dulqaad u yeeshaan u dhowr adeegan si loo gudbo bisel badanna waxay la tahay madaxweynaha loodiisa gole iyo dhammaan shacabka reer Puntland way muujiyeen wadaneed bisel inta waa in Soomaali ay salmaanta meel ku harto ay jisan jirin ayadoo waqti adag la marayo iyadoo runtii amniga hol xoog leh ka socoto laakiin haddana ay muhiim tahay in lagu gudbo 2019 dad badan oo maalintii halkaan imaaneen yiri may amni kale la hayaaye yaanan wax kale la gelin runtii waxaan rabaa inaan ku dhaho Soomaali waxay awoodaa amnigeeda inay adkayso doorashada soo socota inay gasho iyadoo aanan mana leexsanayn annaga caawo heshiiska la qaatay waa heshiis maanta xikmadda looga baxayo sistemkii muddada soo socday ee 4-sanayn markii hal sano ka hor xukuumadda ay timid waxyaabaha ugu horreeyay aan garwaaqsanno wuxuu ahaa hal sano gudahooda ayadoo wax badan markaas laga gaabiyey in doorasho hal qof hal cod ay sadex kale waxaan markii isku daynay inaan markii abuurno wixii alla wixii mekanismkii suurtagalin lahaa in wixii la qaban karo la qabto bishii July ayaan waxaan qabannay shirkii HLF-ka kaasoo aan ugu baaqnay dowladda Puntland iyo dowlad goboleedyada kale madaxdoodii in aysan dhici karin hal qof hal cod doorashadii aydna ka loo baahan yahay dadka in la talageliyo si loogu bixilaana war aanu iska siino maalintaas waa sameyn karnay inaan dhahno inta siyaasadda hadda madaxda ka akaliye ha ka taliso waa ogsoonay markii dadka la warsanayo riskiga ku jiray iyo dad waa taa daawad yaal kaas wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha oo qayb ka mid ah codkiisa aanu soo qaadanay daawad yaal waxaa jiray siyaasiin kala duwan oo
حتى قيب كها ترتن كي دور شدا ما دحتنا ما دا بنتلان وكم دي هاي علي حاج ورسمة أو أسوق هري إذا عدها وجهد لي ونشي جاي مركي أرنتها اللي سكتي تنا إن وتونسي هاي إن مدحوينا عبد الله محمد علي قاس مركو مقدشة شو جاي إن وأقبلي أو أقلادي 4.5 كا هساها تمركها تبديت أيام مدحوينا عبد علي ولي محمد علي قاس وحو سو سار قرار رسمي او لي هي من اوكلانين من اقبلن ايو يري مانتا مركي لا اقبلي سياسيا علي حاج ورسمه وحا ورباينت كلا دوان ايو لا هلي وحانا ان وحانا هادلدي او جيديي او كغا هادليي ارنتي يغان كابوتلان كميدها waad tahay daawadayaasha darinta mudan kaasi waxa uu ahaa siyaasiga Cali Haaji Warsame oo la hadlayay warbaahinta isla markaana aad uga soo horjeestay go'aanka oo madaxweynaha Puntland uu ku qaatay nidaamka 4.5 ka hadaba daawadayaal inaga oo khadka taleefanka aanu kali doono ayaan waxaan jeclahay bal in aan goos goos idin soo gudbiyo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas markii uu tagay magaalada Ohio ee waddanka Mareykanka waxa uu la hadlay shacab aad u tiro badan oo boqolaal kor u dhaafaya waxana hadaladii uu halka ka jeediyay kamid ahaa farban shaqo laga baxo deeq ugu soo doorto ayaan rumnaano kormaaska ansaleen kamid ahay soo hadlo heshiiso waxa wanaagana meesha uga soo dhaxbaxay ولكن هذا هو 4.5 هذا هو 4.5 أوكي أدي سوتك عند مانتو
بانك مور هوية تاع عدد دنا هوية عليه يعني نو فور بونز وتهدى وضيال إن كذب أنت كمان وأكل سنين مدحوينها بنتلان ديد مدى 4.5 كهساء هاته وحاو هدنا انتان ان كبدان كل كل مي مقالة دا من يابلس ودك مرايكن كا وحانا او كهاللي قوان كا يموقف كا انو سنساقو لحين بل هاد مركنا الى داودا بلان تعصب حاوية بلان على اسكو خسبين دادكو آمن سيهين إن أي تحي دولة دي صحراء هاي أو أي ربيل لهنا الشرعية الضبعة وحي شيء جاي سنة تدكو آمن سيئين لفن تاي وحان كهالليا بلان كريديبل and legitimate بدأ ذكره تدكو بلان choice policy وحالي رحالة وحالة سمح لهذا الناشنال كونسلتيتي فورم وأنه قسم إلى لح دقمو بدلانا هل دقمو أيا قولتك اللي قسم إلي وليب أن من كانت كهل ديسون بيش عالم عالم هل كان لقاها اللي وحيرا هذا النغو لغالو ما هي نغو قروا كريان بحينا إن العكتيس ورد دليل إدلك بحلو ويدي مقروا كريان لوريسان إياه سبب الله لوريسان ما وحانو نري العقدي نهايسته أنا قبسنا إنه كولتريش فورم كيق وان قبسنا وقول كي بس قاشن بس قال نذكر بدل أروح يرى هذا فور بنت فاف مرة منه أنا يقول مركا أنا يقول مركا هو أم آي إنا إرا هذا وركين روحك بتشرو ما ورنكرو هدي أنا ومتلو دات كبنتلان وين ربيتان كودا أنجية ربيتان كودا نكون متلان سيدو كان سال الله سعوتا وحاج شري شي سيخوري وعاو ميشا لقاء قريي قروا 1 ديسمبر لباكن يكوية طبا قروا 2 فبروري لباكن يلبية طبا oo go'aan lagu gaaray in hadda wixii ka dambeeyay lagu soo doorto deegaan iyo matala shacabi oo dhaba 4.5 na ugu dambeeyso 2012 bisha August waad hayda wadayaal Puntland hadii ay lahayd go'aanka oo waliba ay ayadu oo isaguna aanu go'aan kala hayr madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas in muddo bil wax ka yar ah in oo go'aan qaato ama mowqif uu qaato oo 4.5 ka uu aqbalo maxay ku timid sideese dadka Puntland u arkaan madaxweynaha Puntland erayadiis erayada uu ka dhawaajinayo ma ahan eraya sahlan ee uu haye uga hadlay Minneapolis uga hadlay waxay ahaayeen kuwa aad u khatarsan oo waliba meel fog uu ka gaarsiisnaa mowqifkaas bal haddii markana ila daawada isaga oo heshiiskii ku tilmaamaya heshiis aad u qaali ah oo 4.5 ka uu ku aqbalay daawadayaal waxaan idin soo gudbinayaa isagoo markana heshiiska ku tilmaamaya heshiis aad qaali u ah ila daawada waxaan rabaa inaan sheego maanta heshiiska kan ka dhacay heshiis taariikhi ah weeye heshiis sameeyay weeye astaan cusub iyo sumad cusub u sameeyay Soomaaliya heshiis weeye aan aaminsanahay inuu waqtiga dheer iyo waqtiga dhowba u yahay horumar Soomaaliya iyo Puntland-ba adkaynaya xoojinayana geedi socodka nabadda Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed nabadaba waxaan leenahay wixii Soomaali u wanaagsan waa tahay daawadayaal dadka ayaan seenayaa marka madaxweynaha Puntland Shalami oo khaldana oo mowqifkiisa iyo go'aanka uu gaarsiisanaa 4.5 ma rabno dadka Puntland awooda iskale
ما أنت دتك بطلان إيجا ميا أسكله مثلا وموقف إن حبنا بهاش عالم كأولي وسير كارمات تبدأ إثيوبيا اللي يريد تمانت أيو كي هاي صحيح السياجان شعلنا هاي قابط واحد القصة هاي إنا إذا سو بندقنا أو أن إذا تسنا يدو إن وسير كارمات تبدأ لو قري دمانت قادة وزير كارمه هتبدا ايتوبيا ايدو اي لليهي بل صحيح سي وحان فرسميه قناه كوسننا اني ددوينها توسان حبكا ورقدتي لا سيحي سدا اد هلكان كا اركيسان صحيحا اوغو سي وها كو قرن دمانت قاده وزير كارمه هتبدا جمهوريه ديمقراطيه فدرالكا ايتوبيا اهنا قدوميها كلها وزيرده ارمه هتبدا رغوبلاد كا ايغد مركا ما دمانت قاد كما وحا اسكالها يو وحوال بولا سمين يو بنتلان ميا اسكالي شعب كيدا مسا وحا اسكالي ان ايتوبيا يو معناها ميلاك العيا لقليا خدك كواد ايان ايقدونا ان شاء الله تعالى. هلا والسلام عليكم. وعليكم السلام سعد وكسلام يا هذيك يو برامج كان اتاديين هاي هرو قل برامج كان مركا هذيكو امارك تاي مقا عاقر نوقو بلاوية مقا عيوه ماذا حان قرصو الله ينور وي وحان وحان آل ياس هكما هل علنا برامج كأسوك الدلسي وحان كلها يا أخي عبد ولي أخوك على 4.5 إيه ولي وكو ديري جرى هاي عبد ولي إسكتافة فع كفع نين كسو جيدو بدلان حدو صنين ملحوينو كسو جيدو بدلان أصد دولة فدران أصد ملحوينة كأين رقمي ياهو إنا أيدان أبقي تاغيرا هاي خاصنا وحاي كو دليل عبد الله يوسف الهي هو نحريسته مركو مدحوينها في الصومالي وفديي ما لكن كاسد كما هلينا لكن عبد ولي قاسا وحن كالينا عبد ولي قاس شلي واد اركيسي مركو هاي جوغي مركو جوغي منيابلس هذا لا ادق او 4.5 كو ديده حتى وحو ليا بانكي مون حتى هدو اقبله حتى هدي ددكو يقبلان انو ما ييلايو بوتلانا ما اقادايو من اقبلايو ما أنت مرير بنتلان أيا أفتل لقى قاضي أو قال لقى قاضي ميا ميو ما أنت كيري محوها وأنت سياسي أنت كرت وند قايلين يعني شو إيش هو تاس تاس وحي كم أنت طلعوا عبد ولكاس كنا قبضلان شعبك قبضلان يا إسمير قبضلان وحي أمسي من كنعي يا حسن الشيخ أم بدك كوفر تكوفر تكو كنعي لكن ما أنت وحاو عداتي عبد ولكاس إنه أسوق دان سياسي أهم سياسي أوكاي إنه دب دمبو بدل هذا لوجو صدارته أو إسكتوس الشعب كبدل أوتوس إنه ده كاسس هرجده تنكر أو عبد ولي تنكر أو عبد ولي وكل إيه وبا وحي تاعي أسيقو هالشيز لقلي من كسر جد بدل أو رئيس وزاري صومالي أيوه هذا لو هو علي من إثيوبيا أو صومالي على وغير إنه سوى على أويري كارين لون مرقاتين لون نقول حد لو هدي وهري مال إن على ليك عن قرطك ويا عاد بدل ما سنتها عاد بدل ما سنتها خدك حجايان أي من أشياء خدك خدك إنتاس كبدن وافهم إنتاس كبدن يعني خدك عدد بدن أيها كشرة إن شاء الله تعالى وحنو كهل لين عددك وين فهمان عبد ولي محمد علي قال شلمي وصحها ما أفتي وتدوينها بطلان كهستعيوك ما أنت كو قراد حسين أي أخذك كجرا حسين السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا المقعاقة حسين نتويدنا جوغا واتا حسين أنا بكو أركي وماشك أركي وكو شاقير رالا هيا هروقل برامشك برامشك دا هروقل عبدولي قاس موقف قولي ما جرتو اللي عبدولي قاس وهروحو إيري وحوال بقال هدي لك ما أقبل لنا تاسار التاس هذا واتنا هو أقبلي مرك أرنتيس مرك ميل ما وجرت بقوان ما والله خوفك بين عاد كنا معاسي عنه بقوان ليه هاي وأول بقوان كيس ميل ما بقارين يبو اللي وابا لقيت دم بي هذا بقوان كان أو قارن استجنا ملهين يتوبيان عيا كده دم بي سوما وهاي هاي عاد بعد ما سد هاي ضد بدنو سياسيين وكسر كده بنتلان وحي قبين إن مدحوين عبد ولي قاس والشيس كان هراء أساسي هاي أونا أقلا انتو مقصد جوغي بلسة اي جرين سياسيين بدن او فرولة كمدي هاي او مركاسي كسور جيدي مركا خدك حيقا ايان ايقا ان شاء الله تعالى. هلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا المقعاق يالك انا قصة وعيسو عبد الله اللي رأى ولا الوحن جوغا ودن كدر ملكا هيا عبد الله هروك البرامج كا
runtii marka hore soo maasantii marka labaad mowqif maaragtay oo madaxweynaha puntland uu leeyahay oo maaragtay mowqif uu meel ku istaagi karo habeeraatee ma jirto dalkan waa dal ixtilaal ku jiro oo ethoobiya ixtilaal ugu jiro marka xaqiiqada loo hadlo warqadda hadda aad na tusteena waa arkayna maanta waa arkaynay oo wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya uu damaanad ka yahay marka waa dad ayaga damaanad laga yahay oo wax ay diidi karaan iyo wax ay ogolaan karaan aysan jirinin hadalladan wuu iska khasaariyey cabdiweli oo hadda maraykanka ku yiri meelo kale ku yiri wuu iska soo khasaariyey rajo kale owlamaa waa iska yiri wax uu maaragtay inuu yiri waxataa umalemaa inuu og yahaba xalana waxaa arkaysa ayuu hadda dhahayay sidaa daraaddeed marka nimankan waa niman ethoobiya mas-uul ay ka tahay arrinta ethoobiyana waa arrin fog ay ku doonaysa waxaan wax magarasadaha dalka u dhiibata ayo cid soo dooratay shacabku soo doorto kuma jiro waad ogtahay xasan maskaka qof la soo doorto kuma jirto oo shacab soo doortay haddana qof shacab soo dooran doono kuma jiraan dhammaantood ethoobiya soo dooratay meeshay la timid mowqifkii hore uu shalay uu dhahayay waxba kama jiraana wuxuu ahaa mid loo soo dhiibay ee isaga lagu yiri hadalkaas ku dheh midka uu xalay ku dhahana waa mid iyagu haddana ay mar kale usoo dhiibeen marka awaamiirtii addisababa laga soo siiyey uunbau fulinayaa mooyaane wax kale kuma hayaan terigiisna maahayna waa madaxda soomaalida dhamaaba nuucaas aad baan kuu salaamayaa saaxiib aad baan kuu salaamayaa khadka xiga ayaan egayaa insha allahu tacaala cabdiweli maxamed cali gaas shalay meesha uu gaarsiisnaa waa la dareemayey marka mowqif ahaan 4.5-ka sidee si sahlan inuu u ogolaado dadka reer dadka reer puntland waa diidanayeen isagaa yidhi maantay ma dadkii reer puntland ogolaaday oo afti laga qaaday mise waa go-aan heshiiskan la yidhi waxaa damaanad qaada ka ah wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya isaga sideeba u muuqdaa halow assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaagii halkaa naga soo wacayso walaal waxaan kaa soo wacayaa norway haye waa raxmo haye waxaan rabay inaad fakad ka dhiibto haye bilaaw hadda hore ugal raxmo wad wad walaal magacaagiina ma hayo laakiin waa xasan xasan baa la yidhaahdaa ha xasanow hadda ka hor baa waxaa la yidhi sheekh baa waxaa la yidhi looga soo dacwooday lo beer cuntay baa looga soo dacwooday haye waan xadiisanahay xoogaa raalli ahow haye marka waxaa la yidhi wadaadow sheekhii baa waxaa la yidhi beertii buu maaragtaa eeladii baa beer naga cuntaysaan markaasuu wuxuu yidhi qoyskii 10 lehna waa inuu 2 neef bixiyaa qoyskii 100 lehna waa inuu 3 neef bixiyaa haye waxaa la yidhi labaadaa ku jirtay ogow haye wuxuu yidhi la jiifiyaana bannaan usha haye la jiifiyaana bannaan oo laiska daayaana bannaan buu yidhi waa gartay marka waxaan ka wadaa waxaan la buunbuuninaayo iyo cabdiweli waa saan iyo cabdiweli waa kan iyo cabdiweli waa keer cabdiweli waa bilow aadan waxna waa khaldi karaa waxna waa hagaajin karaa haye heshiisna wuu geli karaa haddana heshiiskuu galay waa ka bixi karaayo waa bedeli karaa haye waa bilow aadan horta waa bilow aadan taa la ogaado laakiin waxaan ka hadlaynaa raxmo waa inaa fahamtaa raxmo waa inaa fahamtaa heshiiska haddii aad shalay tiri anigu puntland ayaa 99% diiday anigu keebaan ahay maantay muxuu ahaa maxaan manaa go-aan qaadi kara iyo bankii muun xataa haddii uu iska dhaafay qof kasta oo beelcaal hadday timaada anigu marna ma aqbalayo wax miyaa dadkii puntland ogol yihiin arrintaanoo ilan shalay hadalkuu yidhi iyo maanta hadalkuu yidhi waa nin mas-uula ayaynu ka hadlaynaa waxaa jira in waxaa dhici karta in lala taliyey waxaa dhici karta ninkan la taliyayaal buu leeyahay puntland dhexdeeduu la taliyaal buu leeyahay haddii waa kuu rooyahay dadku xukuumad dhexdeeda waxaa jira mataqaanaayey hay-ado kala duwan baa jira oo isaga la talin kara waxaa jira culays beesha caalamka ka imaan kara waxaa jira inuu u turo soomaaliya uturaamaya hadda adigu shalay inaad ka soo horjeedaan u malaynayaa 4.5-ka markuu ka soo horjeeday laakiin maanta aad qaadatay laakiin waxaan aniga maantana shalayna u diiday maantana u qaadanayaa wixii soomaalida dan u ah ayaa ana dan ii ah
wixii marka haddii ay noqoto marka waxaad ku xiran tahay marka raxmo raxmo waxaad ku tiirsan tahay adigu ama ha xumaato ama ha samaato wixii ninka meeshaas mas-uulka ka ah dhankuu kuu jeediy un baad u jeesanaysaa ee makaad ma ka fiirinaysa wax kale soo maha maya xasan saas maaha saas maaha waqtigu waa dhow yahay waqtigu waa qariib ila kala guuree la rabaa waayahay dadka soomaalida waxa weeyaan caalamka waddanka aad ku nooshahay raxmo raxmo waddanka aad ku nooshahay maya maya raxmo 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 waddanka aad ku nooshahay halow raxmo waddanka aad ku nooshahay norway norway waddanka aad ku nooshahay haddii ninka mas-uulka ahi uu mowqif qaato uu kal uu haddana weliba si adag uga hadlo uu haddana mowqifkii oon dadkiisu raalli ka ilan qaato waxa ku dhaca ama waad og tahay marka dadka soomaalida ma waxaa u dana in ninka siyaasiga ahu kasoo adigu aad taageersan tahay inaad wuxuu rabo inaad iska qaadato miya dana mise wixii dadka soomaalida u dana inaad la wada qaato maya walaal xal maaha taas oo waxaa dan u ah in ninku mowqaf uu leeyahay dan ah oo in ninka hogaamiyaha ah uu mowqaf adag leeyahay baa dana laakiin waayahay aad baad umaadsan tahay aad baad umaadsan tahay waan ku salaamayaa khadka xiga ayaan eegi doonaa insha allahu tacaala waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan shalay haddaan idin soo qaato cabdiweli markii uu ahaye ka hadlayay iyo maantay markii waxyaabihii uu ka hadlay meesha uu gaaray iyo heerka uu gaaray iyo maanta inuu yidhaahdo maaragtay waan aqbalay siyaasiyiintii shalay kasoo horjeedana weli ay kasoo horjeedaan cabdiqari oo naga soo wacaya waddanka soomaaliya ayaan u baaqaya cabdiwale asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu haye walaal walaal hore u gal barnaamijka walaal barnaamij wuxuu ku jiraa anigu arrinkan aad iyo aad ka soo horjeeda waxaa weeye dadkii sagaashan isdeedkii puntland iskaba haye waxaa soo dooranaya madaxweynaha puntland muxuu soo xulayaa baarlamaankiisii ama waa ka umahay reer sool iyo reer sanaad arrinkaa ma taageertirin waanu ka soo horjeednaa meeshii ra-iisul wasaare laba nin oo imaadeer ahoo isku jirsiya waxba seexanayay marka waxaanu leenahay haddana reer sool iyo reer sanaad nahay arrinkaas waayahay waa qodobkaas qodobka raadeerkiibu aamin waa nin itoobiyana buu aamina ibraxiimka waayahay qodobkaasi waa qodob aad soo qaata laakiin see u aragtaa mas-uul boqolaal dada ka hor hadlay isagoo ohaayo jooga isagoo meel walba jooga hadalkaad ogeed ku hadlay maanta inuu yidhaahdo iyadoon puntland afti laga qaadan jiray inuu go-aankaas qaato waxaa ka ku jira dana shaksi meesha dana shaksi baa ku jira marka uma muuqda shacabka puntland waxba laga weydiin isagaa go-aankan iska gaaray go-aan keligiisa buu ahaa go-aan un ilaaliyeedkii ugu dareeyey buu ahaa labanna maxamed saleemaan hadda xagga dalyaada ka hadalo labanna maxamedwaayahay iyo mid mutaxabiyaan oo wakiila siyaasadda waayaaye dhadhanka kale su-aasha kale su-aasha su-aasha kale aan rabo inaan dadka weydiiyo waxa ay tahay tan cabdiweli waa ka hadli kartaa laakiin arrinta kale ee haatan sawirkeedu ka muuqda meesha ee ah in lagu qoro warqadda damaanad qaade waxaa ka ah wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya ayaa shirkan damaanad qaade ka ah muxuu ahaa dadka soomaaliyeed ma muuqataa kalsooni darada intaa la-eg in Itoobiya la yidhaahdo ayadaa damaanad qaado ka ah shirkaana laguma xadgudbi karo ayadaa hadhow loo dacwoonaa arrintaasi see idinkugu muuqataa khadka xiga ayaan eegayaa insha allahu tacaala daawadayaal barnaamijku waa barnaamij ka hadlaya labada arrimood cabdiweli maxamed cali gaas warbixinadiisa aad iisoo bandhignay khudbadihiisa aad iisoo bandhignay iyo shirkii oo lagu qoray waxaa damaanad qaado ka ah wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya khadka xiga ayaan eegayaa halow asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga halkaa naga soo wacayso walaal saxaad cabdiqaadir balaaya waxaan kaa soo wacaya Birmingham haye sucaad hore u gal walaal horta waxaan la yaabanahay dadka soomaaliya ku nool iyo dadka yurubta ku nool way kala nolol wanaagsan yihiin haye walaalow waxaan ka baryaya aan ka codsanaya horta dadkeena baahan inaan lagu dultoog joogsan haye ninkani hadduu tanaasilay waxa tanaasilay oo kale oo naba keenay muxuu ahaye beled weyn reer beled weyne
ما يتهت البلد وين ويتنا سولين إلا هدا أنو كما هلين عالكاس وحينو كهلين هنا سعد سعد هلو هلو سعد سعد وحينو كهلين وحاوي وحاوي أن مداوني سي كلبيدي أن وحيابي يركا أنا كسو قادنا مركو أهاي كهد لاي مركو كهد لاي مداوتي وحيابي أولاي عبد ولي بس واي هدا داوتي استغو انتا قاري oo yiri 190 reer Puntland waxay diideen anigu ma qaadan karo maanta Puntland 190 ma qaatan heshiiskan walaalow waxa horta wixii u dana wanaagsan ma wax la isiri wixii hadal ay dana hayn oo ay Soomaali dana u hayn oo ay iyagii dana u hayn wixii ay danta ugu jirta way ku qasbanay marka dadka Europe jooga ee talaagadahoodu waxaan caruurtoodu seef u tahay ha eegan walaalahooda maya laakiin adiga shalay mar baadna soo wacday adigu aad uga soo horjeeda 4.5 ka oo aanu maraynaya Soomaan okay wayay haddaan adiga ahayn dad badan oo waxa jiray ee reer Puntland oo si adag uga soo wada horjeestay maanta ma la dhig kara codkan waa codkii Puntland ee macnaha ayaa 4.5 ka ku aqbalay codkan cod Puntland oo kaliya u yala ma waa cod Soomaali weyn oo dhan u yala inay kugu yimaadaan inay Soomaali weyn ka sirta oo dadkooda dhibaataysan waa yahay waa yahay aad baad u maasantahay waxaanu ka hadlaynaa bal aan had markana aan dadka aan daawan inay nala daawadaan hadalkii Ohio ayaan ku bilaabaynaa oo uu madaxweynaha Puntland u jeediyay dadkii boqolaalka qofoodaha ee ka soo qayb galay xaflad ay ugu sameeyeen halkaas Puntland cusub waxa weeye Puntland aan la isku khasbin dadku aaminsan yihiin in ay tahay dawladdi saxda ahayd oo ay rabeen lehna sharciyad dab ah waxaan ku bilaabaynaa codkii Ohio kan wuxuu ahaa codkii Minneapolis waxaan jeclahay codkii Ohio uu ka jeediyay in aan idin soo gudbiyo waxaan u dhacay sida tan farban shaaf laga baxo deeq lagu soo doorto ayaan rabnaano kormaaska asalayna kamid ahay waxaad u heshiiso waxa wanaagana meesha uga soo dhaxbaxaa inta waladiid waxa la yimaada 4.5 haddii iyo ku hayaa 4.5 maxaa diidi annana ku hayno maya 4.5 midna waxa laga sheegay ragna waxay iga haray dhagaaday halka aday aday isu tagaan dhammaantood ama baanki muura u yeertaan ama ciddadana ha u yeerna waxaa leeyahay noo 4.5 waa tahay hadaba codkaasi aad daawanaysaan waxa uu ahaa 10kii bishii Maars ayaa waxa uu ka dhacay shirkani magaalada Ohio 10kii bishii Maars ayuu ka dhacay oo uu hadalkaasi jeediyay ka bacdina wuxuu u gudbay dhinaca iyo Minneapolis oo uu kaga hadlayaa in wax reer Puntland ay diideen inuusan marna qaadanaynin waana kan codkiisi Puntland cusub waxa weeye Puntland aan la isku khasbin ee dadku aaminsan yihiin in ay tahay dawladdi saxda ahayd oo ay rabeen lehna sharciyad dab ah waxay sheegaysana dadku aaminsan yihiin runtahay waxaan ka hadlayaa Puntland ah credible and legitimate midada kale dadka Puntland choice policy waxa la yiraahdaa waxa la sii waxa national consultative forum waanu ka sameeyay 6 degmo oo Puntland hal degmo ayaa gobolada kale laga sameeyay waliba nimanka aad ka hadlaysana beesha caalamka caawa halka laga hadlayay waxa yiraahdeen anagu dhaqaale uma hayno oo garow kale aan bixinayna lacagtiis waraad dadilay dadka waxa la weydiiyey ma garow kale la wareysanaya soo mudan in la wareysto ma
waxaanu niri lacagtina haysta anaga qabsanayna consultation forum ka yag waan qabsan boqolkiiba 99 dadka budlaan waxa yiraahdeen 4.5 ma rabno anigu marka who am I inaan iraahdo warkiin waxa kaba jiro ma oran karo haddii anigu aan matalo dadka Puntland waa inaan rabitaankooda aan geeya rabitaankoodana ku matalaa sidoo kale saad la socotaan waxa jira heshiis hore oo caawa meesha laga akhriyay garowa 1 December 2012 garowa 2 February 2012 oo go'aan lagu gaaray in hadda wixii ka dambeeyay lagu soo doorto deegaan iyo matalaha shacabiga oo dhaba 4.5 na ugu dambeeyso 2012 bisha August waa tahay madaxweynaha Puntland waxa hadaladiisa aad ka daawaneysaan wax aan rabitaanka Puntland ku imaanin in uusan asagu qaadan karaynin haddaba habeenimadii xalay heshiiska waxa uu ku tilmaamay heshiis runtii si weyn dan badanna ugu jirto Puntland waxaana hadaladiisii haddaan idin soo qaado ka mid ahaa markii uu ka hadlayay magaalada Garoowe ayaan ka hadlayaa oo uu ka jeedinayay heshiiskii inuu yahay heshiis taariikhi ah waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan rabaa inaan sheego maanta heshiis halkan ka dhacay heshiis taariikhi ah weeye heshiis sameeyey weeye astaan cusub iyo sumad cusub u sameeyey Soomaaliya heshiis weeye aan aaminsanahay inuu waqtiga dheer iyo waqtiga dhowba u yahay horumar Soomaaliya iyo Puntland adkaynaya xoojinayana geedi socodka nabadda Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed labadaba waxaan leenahay wixii Soomaali u wanaagsan baa Puntland u wanaagsan wixii Puntland u wanaagsanna Soomaali waa u wanaagsan yihiin waxaan rabaa sidoo kale haddaba daawadayaal intii ay socotay arrintani waxaad ogtihiin in Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu tagay magaalada Addis Ababa ee waddanka Ethiopia kulamo kala duwan saraakiil sarsare Ethiopia inuu la qaatay markaas sidaa daraadeed waxaan runtii idiin sheegaynaa in markaas ka bacdi xalay heshiiskii lagu saxay qoraalka ee saxayaashu ay meesha ku qoran waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia oo loo sheegay inuu yahay ninka damaanad qaadaha ka ah oo cid allaale iyo ciddii ku xadgudubta in Ethiopia aydu tahay qofka tallaabada ka qaadaysa ilaa damaanad qaade mar haddii la yiraahdo damaanad qaaduhu muxuu sheegaa waxa waaye anaa heshiiskan damaanad qaaday ciddii ku xadgudubtana anaa tallaabo ka qaadaya qoraalkan aad arkaysaan waxaa ku seexan xubnahaasi laakiin seexa ugu dambeeya waa damaanad qaade waxaa ka ah wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda federaalka Ethiopia ayaa wakiilka sidaasi daraadeed heshiiskani ma mid rabitaanka dadka reer Puntland ku yimidba mise waa mid madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo rag siyaasiyiina qaarkood ay qaateen maxayse kugu muuqataa mowqifka uu gaaray iyo mowqifkani in ay aada u kala fog yihiin ku muuqdaan khadka xiga ayaan eegaynaa halo wasalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga halkaa naga soo wacayso waa nuur weyn kaas oo ah Cabdullaahi Axmed Jimcaale la yiraah haye Cabdullaahi horow gal barnaamijka waxaan ku leeyahay ninkan la yiraah mataana Cabdiweli haye iyo Soomaaliya Ethiopia xukunto marka waxaad ogtiin mayow dadka ku qasbaha ku calool xumeynina haye marka arinta Ethiopia la wada xukunto la haystayaal aan lahay marka aad ku og lahaysay inaan lahay midada lagu sii jiljilina nimayo anaga yar waan joognaa dad ma waxaan kaaga wadaa qofka ninka siyaasi waxaan kaaga wadaa madaxda Soomaalida oo dhan marka ay hadlayaan haddii ay u jeedaan in waxaan barinta ka maalin ay aad ogolaan doonto mowqifka intaa la eg ma gaari kartaa oo siyaasad ilaa intaas la eg
معناها قوان انت هاسل ايق اما ان مياد قاري كريسا سيكو قمو غطا مركات ايقتو هذا الذي اوهايو من يابلس ايو هذا الكي قروي سيكو قمو غطا واه صح واه رمتا بانتا ماه لكن متق اللي سيكو مطلعنا الشركة مطلعنا كدعي تركيقا هذا متق الواه اقناي كاس ايه اسوه واي واي قادعين مركا متغنا عذكر وريالا مركينا متان مساكين تكل بتينو متغ متان كل الجسي وغلط إثيوبيا أنا هاي سلطان نغسل على النبي ويا عاد بعد ما ستة عاد بعد عبد الله أما ستة النرويج أنا قصة وعي خد كحقة إن شاء الله تعالى وحين قال لنا شيز كان شيز كربتان كدت كرير بطلان مية هاي مس وامد وربتان إن يقان إن وقادن كرو كنا تيدي كرو مدحوينها بنتلان هذا الكاه بقول كي بس جاش السجال ربيتان كي بنتلان أيام كوش قياسة سيكو قوم مغدا يقان كلا قاتي خد كحاجة هلا والسلام عليكم عبد الله يا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسن عبد ولا الحكي أنا قصة وعيسى حسن عبد الله عن قصة وعيا تنزيه دار السلام أيه هروق البرامج كان والله يا ما حسنت هاي يا شغال هذا ما نتكلم عن السلام يا اللي ما نقدر نسمعه لمن كذي توعن هاي بعد الكلام من أنتي واحد عمره يعني إن طبعا واحد سومالي اللي قدر يكتب أيه عرب الصومالية سوتو زدجتين كما قرأتي أيه مركز سوتو زدجتين كا إلى هو صومالي شيء أو إلى هو سوتو هو قلوب كل سوتو كذي وعن الحين 4.5 يعني دبكو ما تصور مالي كم مرة فرح سنين دبنا 4.5 في جديد نايين دبنا 4.5 في كبر سنين أو ربعين ما قرأتي وارو مركا تمرين وعكرامة تجارة حير الله حتى الكلام مرة جران هاي حبي شيء عالم يشعب يعني إنت تلفزيك أسكت قابل لكن تلفزيك أسكت قابل هذا لما قال غرام ده حب بالله هاي المقرفة مركا قلبي كوبا بس إن ما في تقول إذا هذا قلبي كله كل كلام بتشي ذي أمارك والله شو بانك ودي وأوى إلا إذا هذا ماها شعب كبنت الآن دمانت حتى أنا وأنا كم ده حي من أنتي فوربيت فرست كاس إبان ديزاين هذا فوربيت فرست كو لير سومالي هذا توتال ديزاين وقت في دورش ده بيشت دولار بخاطر وحي راكد ما لكن شلي هلو شلي إن سومالي ده لن إن وإيش ربتي وأنا لا بحنا لكن ما أنت وحنا نقال لنا شلي 4.5 كا واتي تي ما أديك هداد هير بنتلان سياسة ده أتاجر ستهاي ميا لقالة تشتي إلا سبقول كي بس جاش سقال رجع دك أفتيه بنت اللي أنا كوش قايل نابو يري ما نكو عدول جاس وجود مثلا يا أمر حوينا ويا هاي شعب كاس كي بنت لان شعب كي بنت لان أو مارتي أدر كي تيد أو مارتي شركة ملا هسيد أمريكا كلي يبل بدن أو أما سومالي هن نقطة يعني بنت لان هن نقطة أو شركة سجل قبل أفتيه كل شيء دني يعني أبو ماشي كنت لا رسوما اللي فيها وراء مصانع كذا دول حينه ماشي تتجنادو أنا بقول عن جبهة عرفت أن فر ولا إيوه يمكن يعني كلي رحلة هاي إيوه رجع أول بمرت وربا يعني عرفت أن أنت شعب بنت لان واحد زبدين اللي جا عندها وقف يقان وفرت وقف يقان تاسونا وحوى إن شاء الله مصر عبد الله شعب كسوماليين وحلينا يقول بقى ركيننا واي سؤالك لو واحد تاي ee warqadan waxa ku sii xanta maanad qaade wasiirka arrimaha dibadda maanta ma wasiirka arrimaha dibadda saxiixan uu saxay miya ma aragtay Puntland ay ku go'da oo ay u aragtaa inay tahay mid sax ah ilaa saxiixan hadda waxa ka muuqda in wasiirka arrimaha dibadda uu yahay qofka damaanad qaadaha ka ah heshiiskan runaanti waxa looga naxa weeye waxa lagu farxi karana mab ahaba waxa weeye in maanta to la yiraahdo waxa damaanadka ah oo yani ummada Soomaaliyeed saxiixa sida hoos iga muuqata Ethiopia ay halkaas ayu damaanad ka tahay marka taas wax hadda anagu aan isbarna ma ahay waa wax aan noora wad ognahay ee mar aha Puntland kaliya oo hadda wax qaas ugu ahay waxaan u maleynayaa shir kasto meel kasta ka dhacaya kulan iyo xaalad kure hadii Soomaaliya dhan ay dan waaragtana deedan bay noqonaysaa laakiin aad baad u maasantahay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan ciidankeeda iyo dalka uga baxo laakiin iyaga hadda wadanka jooga iyagana hadda
dadka Soomaaliyeed heshiis ay aad arkeysaan qaabka uu seexan yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya oo damaanad qaada ka yahay iyadii haddii walba dhexdeeda ka heshiisay oo ayagu isku kalsoon yihiin waxbay ahaan lahayd laakiin taa laftirkeeda oo liiska ku darsada inaad ka hadashaan adigoo aan ka boodaynin arrinta kale oo ah Cabdiweli Maxamed Cali Gaashal iyo maanta keebuu seexan yahay khadka xiga halo wasalaamu calaykum halo wasalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا المعا قال كان قصة وعيسو. وعن كاتو وعي مجال البعضين قبل كبير جوان شارع عالم بالي راذاح. هيا هرا أوكل برامج كا. هدي أنا رأيي كنت هدي رأيي كالو لعبنا بنت اللي هن كان في سنة لو قاطي أدر وفرح ساعي مدرت. هيا ما حد كفر حسن تاية. ما دام 4.5 كوت كفر حسن تاية سوما. ما دام البرنامج صنعه بالدالي وصوالي وصوالي لا يد مارتي وثلاث مليون سنين كنت واباقي سنولوي ما لكن سيد واركتا قانكا كيسن مدلة إن شلي با إن لقاتس وكما هبونين واي ودكتاي مدحوينها جبلان عبد أحمد مدوبي إسلام مركي وقلقصو بحي أيو موقف قاتي كنتي دنيهين aan dhammaan dadka reer Jubbaland aanay ogolayn u qaatay waad arkaysaa madaxdi kale waa qaadatay maxaa intaasoo waqti intaasoo qayladaan intaasoo energy loo luminayay hadii maantaba macnaha la qaadanayo codku waa kaa xun yahay talaafku waa kaa xun yahay talaafku waa ka xun yahay waa ku salaameyna codkaaga ma aragtay xumaaday daawadayaal waxaad ku darsataan Soomaalidu inay iyadu heshiiso miya wanaagsan mise habkan hadda heshiiska loo gaaray ee la yiri anagu Itoobiya ama wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya ayaa damaanad qaadanno ah laftirkeedu miyay fiican tahay Maryan ayaa London naga soo wacaysa Maryan asalaamu calaykum calaykum asalaam waa ku salaam walaal haye hor ogol maryanay walaal waa mahadsan tahay anoo barnaamijkayga hadda gadaal horta kala qabsaday laakiin aan la socdo xaaladda waxay tahay siyaasadda oo usaa ugu sii dhuntaleela baan haddana waxaabaad moodaa xoogaa yar adiga laftigaaga inuu attack yar ku jiro sidaad u hadlay sidoo kaleeto muxuu Cabdiweli shalay u qaadan waayo maanta u qaatay iyo dadka laakiin maryanay horta ama daawatay kilibyadii aan macnaha Ohio Minneapolis ma daawatay haye 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 waxa weeye waxaad moodaa xoogaa yar la filay dadka Jubbaland inaad si u kicinayso oo uma dirabtirad odagii madaxweyne horta Cabdiweli Maxamed Cali asaga ka asaga la doortay ma fahmay waxa weeye wax allaalay meesha dadka geeyo ayaa reer Jubbaland ay hadii ku nahay oo aan rabnaa oo aan waayay go'aankii go'aanka waayay waxaan ku waydiinayaa adigu maxaa go'aankii shacabka Jubbaland shalay ma meel ay ku bedeleen ayaa taqaanaa shalay shacabka Puntland xaggee bay go'aan ma aanan ogeyn go'aanka horta bini aadam waxbaan kuu sheegayay dhegaysa maxaa macaddo adduun waa la socotaa asas ana wariyo waa dhahay sagaasi haddana waxa weeye nin walba oo madaxweyne ka ah maxamed ha ahaato ama Puntland ha ahaato ama Soomaaliland ha ahaato ama Jubbaland ha ahaate waxa weeye shalay Axmed Madobe wuu soo qaatay go'aankii shicibku waxay dheer ma doonayno yaa ka dhegaystay adaan ku weydiinaya su-aashaasi ma laakiin wuxuu sameeyay isku mid maahan maya isku mid kama hadlayno Maryan isku mid kama hadlayno mowqifu soo qaatay energy kama luminin dad wax badan ma uusan luminin isla markii uu aqbalay laakiin maanta waxaan kaaga hadlayaa waxaan kaaga hadlayaa Maryan waxa maanta ka hadlaynaa waxa weeye Maryan hal su'aal keliya aan ku darsado Maryan anigu ma dhihin markii uu Cabdiweli joogay Minneapolis 99% dadka reer Puntland rabitaankoodan ku shaqeynaya anigu keebaan ahay buu yiri dadka reer Puntland waxay san yareen ma qaadanayo ma dadka reer Puntland baa go'aankan qaateen hadda laftigeeda waxa weeye dadka reer Puntland wuu la jiri wayna ognahay wacdiga waddan ka socdana waa ognahay horta waddankaana adduunyadan waxa waa annaga go'aan baan leenahay shicibkayga doorasho ku yimido saa rabna waddankaana arkaysidna annaga ayaa wax walba isugu samayna everything hadii la rabo nabad hadii la rabo heshiis hadii mar walba waa lagu tuntaa waa la soo laayay wax walba lagu sameeyay haddana mar walba annaga
مركب مولي ماشي بتجنانيسا أدوكو أدوكو ماشي بتجنانيسا ما يا ماشي بتجنانيسا ما يا متجنانايو مركب موحر تا نكستو سياسي مريم مريم ما يا مريم مريم نكستو نكسياسي شعب قصوا مارد ودكتة شعب شعوب تعالم كا وحيروا قلده هدا أركان شعب كأياه وحكدوا ذا وحكبت ذا ما ما قرتي لكن هذوك غفل بموحي كجو إنسان كمام القبلات كمل تاجن وحي أوقع تمية غفل بإني هدو حق وجه السنة مية لو لجه سنة يا مريم واتهاي مريم أخذت كأيك أبا وكحماي آدم وكحماي مارك تاج قبر آدم تودي سعيه هلا والسلام عليكم تلفيش كان أسكت قابية فضلا هلا والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسن عدي آدم كل سلامي ومحمد حسين وكاسو عايو إنجليزكا ويا محمد وحرمنا إن لفهمه وحنو كنتو دين وحنو كنتو دين السياسيين تيم مدحة الصومالي دا مركة أي حد ليانو موقف يقاتان سيد عبد الولي وكلا إن مدحوينها إن دولة قولات كبنتلان إن هذا الذي سي ماشي وقاري إيو إلا إنتو قاري والا سعتها ربيتان كبنتلان وكهالي ما أنتنا ربيتان كبنتلان إن ميا مارك تاي أو جوان كان كقاتي مسا وامد أو إسقو إسكيسا إيو دولة داني توبي أو تمانات قاتي أو كقاتي بل نوشك حسن عبد حقيقة وحيتها هاي أرطا سياسيين تصور مالية هذا مركان موقف ك مركز صوب هاي أسن رالي كاهن وعيكم مرسي هذا إن شعب كود إلا تشتين شعب كم رالي وصل كاهن لكن حقيقة وحيتها هاي قف جديد برنامج مش كاسي ما عن شعب كا أسيا أيام كوكان عسنين عبد الولي مانتو 4.5 دي زي بنيه سجار كاسي ومحو هاي وهم جيدين لكن مانتو وحا قصب كنو خطي ان مادام دنيه سارو او كواي انو كو قصب نادو قصب كان ما اهين شعب كيسو وحو لانتا شدي وحا ايد ووحا وحا يتوبيا كو قصبتي وانو وحلا ودا اوغي هاي مدى ما يلك جفتو اي مركا مركا وحان ديه لاي شعب كبودلان وحبيا المحو هاي وصعب التوميل مربا سياسي محو هاي دمتي سو كفو شنايو لما نشعبك الصوماليين وحين كود السمين ويا سيدا كلا تكلا انت ان صومالي الشرف يا كرامه انت الاج ايام ما انت وشرتا ان صومالي ده دقن كيدي اللجوء ان جيت كود هذا شو يدو اشي سيسو صلاة الدين وحكرت وحول بيجي جوجان ما انت ان ورقد له سياح اللجوء وقرأ ان واحد ما نتقاعدك كأ دولة كلا وزير كسعودة والله وشرف در شرف درتي وحميد واي صرفت لبدي شينيت والله وصومالي ودولة جوبلات اي دولة دي فدرالك مرقاتي وحاكم نقضي وزير كي ارمها دي بدا ما اهن مداح وين وزير ارمها دي بدا صومالي ولا ده ما حد يدي وزير كي ارمها دي بدا اي دولة صومالي الا كان ماشا واسيق مرقاتي كنقضو ما حد دولة دان اتوبيا لبدي قفو يشيني سبا دحبيقا ماشا وشرف علم ماشي ولي دي تواي وحانا اللي كرامات دلك صومالي حر ما اهن مسك دجال حرق ما أهن مسكحي النحرو ما أهن. وياي عاد بعد ما ستين برنامج كا مانتي سومالي كيبل وعاد هبين والبكت دعوتان تلفيشي كسومالي كيبل أنت يعني كسو قبل قبلينا وافر سمدي بشير بعور عبد السمد يا محمد يري داود يال تاني يكون تدا ب سدا يعني بتقليه وحي المعلومات دا وحي دوني سان إن عندك لحظة شان وحي دليله وحي وناقة انت بو واحد نوغو سوى ديري كرتان ان ايميل لدى ان تلفزيكا سومالي كيبل عاد مروا البشاشات دا كو اركي كرتان اياد نوغو سوى ديري كرتان ان شاء الله تعالى انقو نوحا نكاق قادين دونا قفكي اوود اولي فيسبوك تلفزيكا سومالي كيبل او مارك تاي وان نوغو سوى ديري كرتا هدي اد فيسبوك اغا سومالي كيبل كو قرتو واحد اركي دونتا ان مارك تاي فيسبوك رسمي اي تلفزيكا اياد اركي دونتا وحكستو او اد نو سوى ديرتنا وحن أقعدن تونا إن أيهين وح وحن أقول لنا إن شاء الله تعالى داود يال أنت أيان أنا كسر قبل قبل أنا جو أساس صارها برنامج كا ما أنت إسمع لي كابل تن إياه كنا تدم به وحن الكيكة تجيا أما أنا الله إيو برنامج كا صوص عدا أو كان كحساب بدن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waa laga tagay waayihii dadku ay maqli jireen warar la soo tabiyo sodon salaam ahayn ma taqaanay dad